دعت وزارة التربية والتعليم جميع المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة إلى المشاركة في جائزة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لأفضل معلم خليجي. جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده وفد الجائزة مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، حيث تم الاطلاع على أبرز الإجراءات الفنية التي اتخذتها الوزارة منذ إعلانها عن الجائزة المتمثلة في تعميمها على جميع المدارس الحكومية والخاصة وعقد اللقاءات التعريفية مع المعلمين، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات التي اتخذتها لجنة العلاقات العامة والتسويق للترويج للجائزة. وقد تم تخصيص 6 ملايين درهم لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي بمعدل 1 مليون درهم لكل معلم خليجي متميز، كما سيحصل أفضل 30 معلما على دورات تدريبية في أعرق بيوت الخبرة العالمية. وتشمل الجائزة المعلمين في المدارس الحكومية والخاصة المعتمدة في دول مجلس التعاون ممن يمتلكون خبرة في التعليم لا تقل عن 3 سنوات. تهدف الجائزة إلى نشر أفضل الممارسات التعليمية واستشراف العمل التربوي الذي من شأنه تعزيز مخرجات التعليم وصناعة أجيال قيادية واثقة ومعتمدة بذاتها ومتسلحة بأفضل وأحدث المعارف والمهارات والعلوم، فيما أكد الأمين العام للجائزة أن تمديد فترة استقبال المشاركات شهرا إضافيا جاءت استجابة للطلب المتزايد من المعلمين الراغبين في المشاركة. الجائزة طبعا هي الأولى اللي أشارك فيها حاليا من صوب وزارة التربية والتعليم، متأمل خير، وما شاء الله تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في دعم اللي هو المعلمين ودعم الدراسة ودعم وزارة التربية بشكل خاص، فنسمع عنها وحبينا نشارك وياهم. سعيدة جدا في انضمامي ومشاركتي في جائزة الشيخ محمد بن زايد للمعلم الخليجي، فرصة أخرى تتاح لنا بعد جائزة الشيخ حمدان لإظهار أفضل ما لدينا من ممارسات تربوية مما لها أثر كبير في نقل خبراتنا في مملكة البحرين، و أن نكون سفراء لمملكة البحرين ولما تقدمه من تطور في مجال التعليم. أيضا أثر كبير سيعود من هذه الجائزة على طالباتنا، وذلك بأن نقدم أفضل ما لدينا من الممارسات التربوية في خضم التعليم. أحب أشكر سعادة الوزير ماجد النعيمي لإتاحة الفرصة لمعلمين الوزارة أنهم يشتركون في مثل هذه الجوائز اللي تضيف لنا الكثير وتساعدنا أن احنا ننمي ونطور من مهاراتنا وأن احنا ننقل هذه الثقافات لطلابنا. وأنا سعيدة جدا بمشاركتي بهذه الجائزة لأن سبق لي واشتركت في جائزة حمدان الشيخ حمدان، واتمنى ان شاء الله ان انا افوز في جائزه الشيخ محمد بن زايد. وطبعا هذه الجائزه مثل ما اضافت لي جائزه حمدان الكثير، اتمنى ان هذه الجائزه ايضا اكيد بتضيف لي الكثير بالنسبه لمعلميني، بالنسبه لطلابي، بالنسبه لحقل التربيه والتعليم اللي انا اتمنى ان انا اوصل فيه ان شاء الله. واشكر ايضا دوله الامارات والشيخ محمد بن زايد على اتاحه الفرصه لنا ان احنا نشارك في مثل هذه الجوائز القيمه، وان شاء الله نتمنى ان هذه الجوائز أو مثل هذه الجوائز أن هي تدوم إن شاء الله وتستمر.